الكلام يا جماعه، بقول لكم اسئله مثل هذه بتجيبها بالامتحان. يعني انا بجيب النظريه بقول لك ارسم شكل يدل عليها، بس ترسم هيك ولا تسوي شيء. الضلع هذا يطابق الضلع هذا، الضلع هذا يطابق الضلع هذا، معناته انا لازم اتكلم عن هاي الزاويه بس. اشتراك اسمه بضلعين وزاوية محصورة، هاي معنى مثلثين متطابقين بضلعين وزاوية محصورة. يلا الحالة الثالثة، النظرية الثالثة، يتطابق المثلثان بزاويتين وضلع، بزاويتين وضلع. كويس تمام. كلكم بس رسمتوا يعني اشي، هاي زاويتين طلع معك، هاي زاويتين. الان الضلع اللي بدي اختاره مش شرط يكون الضلع اللي تحت، ممكن يكون اي ضلع بدي، ممكن هاي زاويتين بصير. بس زمان احنا كنا ندرسها كانوا يقولون ايه، يطابق المثلثين بضلعين بزاويتين عفوا والضلع الواصل بينهما، مش شرط، مش شرط اي ضلع. طبعا ينتج من التطابق انه باقي العناصر متطابقه، يعني هذول المثلثين لما يكونوا متطابقين هذا المثلث يطابق هذا المثلث، معناته باقي الاضلاع وباقي الزوايا كمان متطابق. الحاله الاخيره، يتطابق المثلثان بضلع ووتر، يتطابق المثلثان بضلع ووتر، بدنا رسمة إلها تدل عليها. وين أشوف؟ أيوة آخر واحدة. كويس. لا في شيء ناقص عندك؟ لا ناقص. ضبطي كملي كل شيء. في شيء ناقص. ممتاز. ممتاز. طبعا يا جماعة مجرد ما قلت وتر معناته لازم ترسم قائم، لازم ترسم قائم بضلع، ممكن يكون هذا الضلع مثلا ووتر، اذا لازم الوتر يطابق الوتر. انت ما حطيتي صح على ال... وما حطيتي قائمة. لا حطيت قائمة، ما شفتها هسه حطيتيها. لا هذول الحالات شو بنسميه يا جماعه؟ هذول النظريات، هذول بنسميه نظريات تطابق المثلثات. طيب ملاحظين انه احنا في كل نظريه من النظريات، في كل نظريه من النظريات جبنا سيره الضلع على الاقل، ما قلنا يتطابق المثلثين بثلاث زوايا، ما قلنا يتطابق المثلثين بثلاث زوايا، وصحيح ما بتطابق المثلثين بثلاث زوايا، راح ناخذها ان شاء الله في مره قادمه، يتشابه المثلثين بثلاث زوايا مش يتطابق. في فرق كبير بين يتطابق يتشابه. لذلك الألفاظ الرياضية جماعة ألفاظ محددة، لا تستخدم ألفاظ من عندك، استخدم الألفاظ الرياضية فقط، لا تحط ألفاظ من عندك. اللي بعديها شو هاي النظرية؟ شو هذا فيثاغورس؟ لا قبل فيثاغورس بدنا نحل هذا السؤال. أثبت أن، برهن أن العمود النازل من رأس المثلث المطابق للضلعين ينصف زاوية الرأس. يلا لحالكم. ما بعرف هذا السؤال، هيك السؤال بيجي. برهن أثبت أن أنه في المثلث المتطابق الضلعين، أو العمود عفوا، أن العمود النازل من رأس المثلث المتطابق الضلعين ينصف زاوية الرأس. شو نسوي؟ واحد مش عارف يحل السؤال، عليه ست علامات هذا السؤال، سبع علامات، عشر علامات، انت بتكسب منه على الاقل ثلاثة او اربع علامات وانت مش عارف تحله. برسم المثلث باخذ علامة، بكتب المعطيات باخذ علامة، بكتب المطلوب باخذ علامة، بحاول اعمل تطابق مثلثات، هاي اخذت ثلاث علامات، خلص خلص شو ظل فيه؟ مش عارف الطابق،
اخذت من السبع علامات اخذت اربع وانت مش عارف لسه. لكن اذا قلنا حل السؤال وجيت لقيته ابيض زي هيك شو بدي اعطيك؟ صغر تربيه صغر تربيه صغر تربيه. هذا اللي بصير معنا في الامتحانات يا جماعه. بيطلع واحد من الامتحان يقول لك والله الامتحان صعب والله ما حلت يا اخي. كتب طيب اكتب اي شيء اكتب اي شيء له علاقه بالموضوع. مش معقول انت مش مجمع ولا كلمه من اللي بنحكيه. ابصير ذمك انت. نقول اكتب معطياتك ارسم شكل يدل على اللي بنحكيه. ما اظنش بنحكي الغاز يعني هون. وبعدين حاول تكتب البرهان. وغالبا افكارنا احنا في البراهين اما مبنيه على تطابق المثلثات مش اي نظريات شفت يعني محدود يا اخرى يا على تطابق المثلثات يا على تشابه المثلثات. تشابه لسه ما اخذناهوش معناته هذا السؤال حله فكره حله ايش تطابق بلس النظريات البسيطه اللي احنا بنعرفها ان المثلث المتطابق الضلعين زوايا القاعده متطابقه مش عارف ايش هذول النظريات اللي نسويها. بس هو هون مثلا ما في اشياء انا ممكن استخدمها في اشياء مش ممكن استخدمها حسب ما بنشوف. يلا اثبت ان العمود النازل وبدنا نفهم هذول المصطلحات ايش يعني عمود نازل نزل عمود ومن راس المثلث المتطابق الضلعين. اذا الخطوه الاولى اني انا لازم ارسم مثلث متطابق الضلعين. اعطي اشاره انه في مثلا الف ب ج عشان لما اكتب معطياتي اكون ايش محدد في الكتابه في الف ب يساوي الف ج. هو ما حكى لي هيك. هو السؤال ما قال لي هيك. انا بكتب من عندي. اذا انا ايش معطياتي؟ انا المعطيات ما راح اكتبها بالعربي هسه راح ارسمها رسم بس ما حكى ينصف. انا ما قلت لك ينصف. العمود انا نزلت عمود دقيقه شو نزلت عمود ايش يعني نزلت عمود ما قلت لك بيجي بالنص. انا بقول لك نزلت عمود بس ما بعرف انه بنصف القاعده ما بعرف. انا بعرف انه بينزل عمود. ايش يعني عمود بالضبط؟ بيعمل زاويه قائمه مع القاعده بس ما قلت بنصف. فرق كبير بين هاي وهاي. انا شوف طلعوا كيف افهمكم اياها. هاي اعتبروا خط مستقيم وهذا خط مستقيم. هذول الخطين بسميهم متعامدين. القلم الاحمر جاي بنص القلم اللي تحت. لا اذا في فرق بين ما اقول عمود اللي هو هيك وبين ما اقول منصف. هاي حاله يا جماعه. مش كل عمود نازل من رأس المثلث شرط نصف القاعدة إلا في حالة واحدة لما يكون مطابق الضلعين. هبدأ برهان. هاي سؤال ثاني. اثبت أن العمود النازل من رأس المثلث القائم الزاوية عفوا من المثلث المتطابق الضلعين على القاعدة نصف القاعدة. هذا ممكن يكون سؤال برهن إنه وحل نفس حل هذا نفس الحل بالحل. بالنسبة للأولانية يلا خلنا ننزل عمود هسه. اتفاهمنا على العمود شو يعني عمود؟ يلا هاي عمود. هاي نزلنا عمود. طبعا رسمتي مش كويسه خلينا امسحها واعيد رسمها. خلنا نختار الماجيك عشان نرسم مثلث زي العالم والناس. اسمه ألف باء جيم. نزلنا عمود. أنا بعرف إنه ها بطابق ها. أيوة. أنو ضلع. سمي ألف دال. بس عشان دائما لما تحكي إنه الكلام بشكل دقيق ما تحكي بس يعني نقعد نوصف مش فاهمين شو بنوصف. يلا بدنا الان بدنا نبرهن انه هذا الضلع هذا الف دال ماله ينصف زاويه الف. كيف يعني ينصف زاويه الف؟ يعني جاي من الوسط. اذا كان قياسنا مثلا 90 صح هذا القاعده. كيف بدنا نحكيها هسه بالرياضيات؟ القياس بصير المطلوب انا الزاويه المطلوب اثبات
أن خلينا نسمي هاي الزاوية واحد وهاي الزاوية اثنين بالترقيمة سلي أنا إثبات أن قياس زاوية واحد يساوي قياس زاوية اثنين. اللي بقدر أحكيها بلغة ثانية إنه قياس زاوية باء ألف دال يساوي قياس زاوية دال ألف جيم. اللي أنت بتحكيها جاي بالنص بكتبها بالنص كيف بكتبيه بالرياضيات؟ بكتبها قياس زاوية واحد يساوي قياس زاوية اثنين. البرهان الحل البرهان الإثبات. شو فكرة الحل؟ فكرة الحل نثبت أن المثلث ألف باء دال يطابق المثلث ألف دال جيم. هاي بيعملوها هيك مرات المطابقة هيك رمز للمطابقة. بدكوش هيك اكتبوا بالعربي لازم يكون ألف جيم دال ألف دال جيم ألف جيم دال ما بفرق. هو ثلاثي دائرة زي الدائرة بتسميه ما بفرق سميه زي ما بدك. كيف بدنا نثبت إنه هذول اثنين متطابقين من أحد نظريات التطابق؟ إذا لازم أرجع لنظرية من نظريات التطابق. سؤال أي نظرية راح تمشي معي هون؟ ضلع وتر. لا بس ضلع وتر. طب ليش في مثلا الزاويتين بما إنه متطابق الضلعين راح تكون الزاوية باء؟ طبعا عادة هاي النظرية بتكون إنه باء بتساوي جيم هاي ما بنعرفها. بنقدر نثبت إنها بتساويها من هاي النظرية. يعني أنا ممكن أثبتها ببساطة على ضلع وتر فقط. كيف بدنا نكتب البرهان بس؟ طلع كيف؟ من العمود اللي عطاه. بنكتب عبارة وبنكتب سبب. هاي بسموها تي دايجرام.